انا جايب لك النهارده الاتش بي الورك ستيشن 840 اخيرا وبعد طول انتظار وصل بفضل ربنا. استنى معايا لاخر الفيديو عشان تعرف المواصفات والسعر كمان. النهارده عرض جديد وطازه على مكنه ورك ستيشن الزد 840. الزد 840 الدبل بروسيسور ال 2680 الفي 4 الكاس 70 ميجا 28 كور الدبل بروسيسور برامات 64 جيجا دي رام 4 هارد بيبقى 256 اس اس دي بيبقى معاه هارد تاني 2 تيرا كارت الشاشه بتاعه بيبقى انفيديا كوادرو الكي 2200 بيبقى 4 جيجا دي رام 5 وبيعلم الرامات زي ما انتم عارفين. طبعا الاجهزه كلها ستار ادفانس. اول بص بقى يا جماعه الجهاز من جوه عامل ازاي. مصنع من جوه مصنع ده طبعا البروسيسورات دي اماكن البروسيسورات ده مكان لكارت الشاشه طبعا بيشيل كروت شاشه ار تي اكس وجي تي اكس زي ما انت عايز. طبعا كارت الشاشه اللي فيه 4 جيجا رام 5 بيشيل معاك اربع هاردات باور سبلاي 1100 واط. طبعا الجهاز بيشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه استيراد فرز اول بيشتغل سيرفر للشركات بيشتغل للافراد مكنه بتشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه بضمان 6 شهور ضد عيوب الصناعه وعرض حصري من شركه شمس 26000 جنيه لفتره محدوده. السلام عليكم ورحمه الله.